يعطيك العافية. أهلا وسهلا. عرفينا بحضرتك، من وين أنتو؟ من عفرين. حضرتك من عفرين؟ أي. شو صار معاكم يوم الزلزال؟ كنا نايمين ما حسنا حالنا، شفت عم ينهز بالأرض، ما فكرت ما حسيت ببالي، شفت هيك ما كان هز وعيطت صرخت. جوزي خاف فتح البواب وده يهربنا، كمان ما قدر، يعني صار ميك الزلزال وقعنا بالأرض. أنا ونص ولاد طلعوا وجوزي طلع وأنا ضليت بالأرض، يعني لبين ما هدى شوي وخلصت حالي. يعني كتير كان حالي صعبة. في عائلات سورية كمان ضررت جنبكم؟ كتير. إذا